علي عطيه اي ال اي اي دبل تي اي واي اتش. نستمر الان بالكلام عن تمثيل البليت اليمنت في المحاضره الثالثه لدوره ستايل برو. احنا ذكرنا في شيء في نهايه الجزء اللي راح من هذه المحاضره انه احنا سوينا كاونتر كلوك وايز. ليش؟ لانه حتى يصير وجه البليت للاعلى والظهر للاسفل. شنو معنى هذا؟ يعني شنو تاثير هذا؟ احنا بصراحه هو هذا من ناحيه هندسيه يعني ما عندنا السقف نقول وجه وظهر. احنا عندنا راح تجي فقرات قادمه هي مثلا اللود مثلا الان خلينا نقول كاشي. الكاشي شنو هو؟ جرافيتي لود. وين صاير؟ لجوه بتجه. زين انا مثلا لوكال اكسس وين خاله؟ الان الوجه فوق يعني زاد لوين صاعد لفوق المحور العمودي. فمعناها اللود من دخله لازم تقول سالب. اهم شيء هذا التوافق. قاعد تلاحظون شلون؟ فاذا انا الان مثلا مسوي الزد لي جوا وانطيت موجب اللود هم صحيح. فما عندنا اشكال من ناحيه الوجه والظهر الا بالتوافق والخطوات الاخرى. اي بس اللي يتعود على طريقه يعني حتى ما يخطئ تكون عنده شلون احنا نقول السليقه يشتغل بشكل لا ارادي فيكون حتى جانب احترافي باستعمال البرنامج. اوكي. اذا جاوبنا على مساله الميش الابعاد، جاوبنا على مساله ليش كاونتر كلوك وايز، الان احنا بالبروبرتي البرنامج الان عرف السمك وعرف ابعاد الديل ابعاد الكرم بس ابعاد البليت ابعاد السقف ما يعرفها. فنروح الى ثيكنس. البروبرتي ثيكنس. ثيكنس راح يطلع لنا هو شكل البليت اليمنت ويطلب من عندنا سمك. شوف هنا في شيء لطيف ممكن تخلي السمك مختلف بالاركان الاربعه. شو يفيدنا هذا؟ رسمك بالاركان الاربعه بعدين في النص. لا مو هيك طبعا. لا مثلا انا اتذكر كان عندنا طالب من اليمن يعني كان طلع عندنا عرب بالكليه وايا وتخرجوا كان زملائكم واصدقائكم قسم الله الحمد لله كانوا متواصلين وياهم. فالله يذكره بالخير احد الطلاب كان اسمه غسان راد يسوي سد مشروع بس ما اعتبر سد مأرب واليمن وكذا وشي كان المشروع سد. فشلون يمثل هالشيء؟ فعندك انت سد وشنو هم جدار بس جدار مو نفس السمك. لا صح. تيبرد احنا زميلي هو سمك يتغير فهنا راح يفيدنا بهالشكل. احنا نجي ناخذ مثلا البليت اليمنت بحيث يكون في ركنين سمكه شكل والركنين البقيه سمكه يضعف او يسمن او كذا. طبعا هم لانه هو اغلبيه البليت او اغلبيه السقوف والجدران نفس السمك شوفوا مخلين فد خاصيه انه شنو؟ شو تدخل رقم؟ راسا هو واحده بالاربع ارقام حتى ما يضل وجود اليوزر. يقول لك هذا اليوزر اللي يريد عن السمك مختلف الاسلاب هو جزء 1% من اليوزريه. شوف يعني اللي يصمم البرنامج شلون يفكر بهذا. اوكي خلينا نرجع احنا البروبلم مالتنا. ايش قد سمك الاسلاب كان؟ اصلا ما خان سمك ما محدد. زين دكتور احنا احكي نعم من ضغطنا على الثيكنس وقرعتنا هاي المعادلة مع تلفزيون. إيه إيه. زين قرعتنا أربع نقاط. أربع نقاط. يعني السقف مطبق ويا البيج بعدها. لا بس هاتر هاي الأربع أركان مو مال السقف. مال الإليمنتاية الوحدة. نوت. إيه. النودات المحيطة بالإليمنتاية الوحدة. أوكي زين. هسا نجي. جلس سمك السقف بالمسألة ماتي. ما محددين. هذا هم بالضبط ينطبق عليه الكلام اللي قلناه ابو الرول اوف ثام وشلون والسبان وش قد وكذا بالضبط او سبان على 12 شيء بهالشكل. زين فحضرتك تعرفون يعني خصوص يعني خبراء الحمد لله حاضرين بهاي الدوره يعني احنا السقف بحساسيه الى حد قد 1 سنتيمتر يعني بلس ماينس 1 سنتيمتر مو مثل البيم. البيم قد الحساسيه مالته؟ انا اسالكم يعني بيم مثلا هذا ارض كبره اقول 0.26 في 0.53 مثلا ايش كبره؟ لا لا شنو؟ اكرم مثلا 10. ليش 10 اكرم؟ حتى شبابنا يستفيدون الجماعه موجودين. الدفشن مالته هو كميه كونكريت يحصل سقف وايد في سنتيم واحد يفرق كل جوا.
هاي ممتاز، هاي من ناحيه الكميات فعلا، لان كل سنتين بالسقف ينضرب في مساحه كبيره، مو ككميات انا احكي كتنفيذ، كقالب قالب ارتفاع الحديد ويا النيوترال اكسس مارتر. لا يعني انا ما اقدر اسوي قالب ابعاده مثلا 0.53 لا 10 5 ليش ما نعرف وين نعرف مقاطع 10 بدنا لازم يكون رفرنس مقاطع مقاطع الخشب 10 15 شو القالب مالتي خشب حديد. اروح اباوع اخذ اركب سياره تاكسي سيارتي اروح اباوع اروح لابو قالب شوف مصفط القطع مالته اللي هو يركبهن يسوي بهن قالب مال سقف شطرات احسن. فمن القى مضاعفات العشره انا دائما استعمل هذا المثل واقوله لابراهيم، يعني دائما اقول له احنا المصممين مثل الطبيب اللي يوصف ادويه موجوده. يعني ما اجي اخلي ارقام اقول 0.53 ما حد راح يقول لي لا، لكن ابو القالب راح يجي يقول هاي عندي راح اشرح قطعه راح يتأذبها خلي اضرب السعر في اتعلمهم ما يشوف واحد يتدلل يعرضه يشتغل. فاني من اسوي الشيء يتوافق ويا من راح يجي ويعرف انه هاي مضاعفات العشره. انا حتى خمسه هم استعمل اقول ليش؟ لانه الخمسه هي يعني اقصدها بالنص هم تتحرم اذا استعملها، بس بالسقف العمليه مختلفه مثل ما ذكر سابق رام انه الحس كميه تختلف والحس سنسيم. انا راح ندق بسمار شلون استعمله من صب بسمار وخيط وكذا اوكي. فلهذا السقف ممكن يكون صراحه نوت ليس ذان 0.15 وممكن يكون 0.16.17 الى حد 0.2 زين. خليني هم اقول لكم فد شغله محمد بس حتى قبل ما انساها، سويت السقف مثلا 0.18 شو اسوي هذا؟ ها؟ لا لا عفوا تريد الاتش ابقي 0.5؟ لا ليش؟ منا 0.5 منا خمسه شطرات ماذا يطلع؟ ماذا بس منا شعار ماذا يطلع؟ سوري الان سويت سمك السقف 0.18 هل ابقي الاتش 0.5؟ احكي براكتيكلي لا يدخل ضمن السقف ضمن السلاف مال السقف فايش قاعد يصير؟ صار نزودها ل 0.5 حتى نزيد المجال للصابع يبقى الاتش كما هو الاتش يصير 0.5 لا هو الاتش كله هو شعر ويسلم تقريبا بس شويه ترهيم شويه الجمله. نعم محمد عافيه هو بس مو بهالشكل. شوفوا انا الحمد لله يعني انا اسف لبعض المهندسين الخبراء انا احكي هذا الكلام انه يقول يعني القضيه هذه واضحه اكيد، لكنه احنا نحكي للجيل الجديد. شوف القالب هذا هو القالب هنا، ترى القالب مو لهنا، قالب يجوز لهنا ماكو مشكله مو تمام. وين ندق البسمار والخيط مو تمام اكرم هنا غير ندق البسمار. زين انت فكر لي بيمن، فكر لي بهاي القطعه، هاي راح تحكمك شباب راح تحكمكم. هذه شنو القطعه؟ شوفوا هذه كون تكون من مضاعفات العشرة. اوكي 10 زائد 10 زائد 10 30 و180 480 48 هي اقرب شيء عليها من زائد من فوق. فبصراحه انا دائما استعمل ابعاد البيم كما ياتي. اول شيء اخلي سمك السقف، اخلي سمك السقف مثلا 0.17 خلينا نقول بضع سنتيم، راح تطلع ابعاد البيم مالتي كلها 470 570 370. منين جايه هاي؟ جايه هاي من هذا اللي قاعد يشوفوه هنا. هذا هو الحاكمني، لان هذا هو زايد دائما دي زياده. واضحه الفكره شباب؟ واضح جيد. فاذا هسه طبعا احنا بصراحه حسن بالفتره الاخيره بدينا يعني نخلي كلها 0.2 يعني باعتبار حتى نعطي شويه احتياط وشيء ونخفف العبء عن البيمز. فممكن الان عندنا من 0.15 الى 0.2 كلها بالنسبه ل 6 متر شغال. خلينا نتفق على فشيء يعجبكم، لو اخذنا بعد 0.5 ما نغيرها، فخلينا ناخذ فشيء اللي هو ما ياثر علينا. اسمحوا لي انا اخذ 0.2 حتى نمشي للامام.
اوكي بوينت. اذا بس هذا الكونترول والدات مع السمك السقف. السمك السقف. السمك السقف. ما طبعا في الاسلام. ها جوك وثكنس. شو ابراهيم جوك وثكنس. يلا اكتب يا بوينت 2 الان. هسه الان شو نسوي؟ عمليه الاساينمنت. ايش تختارون؟ اساينمنت؟ ايه. واحدة واحدة. لا وين؟ يعني قصدك يا هي يوز كارسر شيء؟ أنت المسؤول. لا يعني ما مستخدم. لا قصدي شوف هاي. شوف هاي. شوف شوف أكرم شوف. واحدة واحدة. هتشي لك خلق. مو تمام؟ وأنا أبي تقعد بقى تأني هذه القضية. قاعد تطلع عندك نقول سهوا لكنه أديت أرقام مستحيل. إذن واحدة من اثنين لو فيو لو بالويندو سيلكت. بما أنه هو هذا السقف كله ماكو غير بالفيو باي أحسن مناسبة إيش نأخذ أساين تو فيو. صار شيء أو يعني سويت أندو راحت ال معلومة راحت. اوكي الان رجعت اساين تو فيو خلاص كل انت اشترن باللون الاحمر واذا اخذ هاي. اذا الان ايش سوينا؟ عرفنا الابعاد كاملة يعني الجيومتري اجوا على البروبرتي كمل كل الابعاد سواء ابعاد الفضاءات او ابعاد المقاطع مقطع البيم مقطع الكولوم مقطع السمك السلاب هذه كانه ار البروبرتي رقمها ار شلون نوخر؟ اوكي حلو شلون نوخر شباب سؤال مهم ضدنا من هاي شلون نوخرها نروح للليبلز سمبلز اند ليبلز نختار هذا اولويز يوز ذا كرنت ليبل سيتنج اخر واحده نقول له اوكي الان راحن ما كل راحن بس شنو اللطيف الان ممكن تباعوا انا دائما اوخرها لانه مزعجات هسه شوفوا الان هذا البيم صح البيم وهذا الكولوم وهذا السقف فاتاكد من البروبرتيز كومبليت مالتي ما بيها اي خطا خاف اني مطي بروبرتيز مال كولوم الى بيم منطفة شي مال سلاب للبيم الكولوم وهكذا بس يلا اوكي من اخذنا كاونتر كويس هناك كولوم بالسنتر ايه هذا اللي بعدين اسال اكرم قبل شوي سؤال انه احنا ساعدنا خلينا نقول بانل واحد اسمي بانل بانل واحد فعندنا اذا اكثر من بانل كنت نسوي العمليه بانل بانل يعني هذا المش مو كل البنايه السنه هي البنايه هي عباره عن بانل واحد يعني احنا ماخذين بسيطه اوكي هذه بعد راح نجي واحدة واحدة هسه نشوف ان شاء الله ناخذ بيم على شكل كيرف ونشوف شلون الضايه بتجي هي ان شاء الله تجي بعدين لكنه هسه احنا اذا نتقدم شباب شويه خطوه حتى الوقت لانه بقى لنا حوالي 10 دقائق اوكي هاي وراها سبيسيفيكيشنز هاي هسه ناجلها بها حكي هوايه سبيسيفيكيشنز هذه ليش ناجلها؟ لانه اوبشنال اوبشنال ما تاثر بس هي شنو شو تفيد راح احكي عليها بعدين سبيسيفيكيشنز سبورت لازم روح للسبورت الان سبورت فتح لنا هذه اديت كرييت ديليت بالمناسبه يعني هناك ما دليتكم ترى اكو اديت اكو ديليت ديليت تمسح الشيء اللي تمسويه بهاي مثل بروبرتي اديت طبعا عليها تغيرها غير دايمنشن مثلا غير دايمنشن أسنا كرييت فتحت عندنا قائمة طويلة عريضة مع السبورتات خلي شوية تحكي ما أتوسع بها لكنه خلي شوية سوف إضاءات على بعض الأمور لأنه قبل شوية حتعد degree of freedom حتى ما دام الكلام بعد جديد قلنا كل نقطة بالفضاء كم حرية حركة لها ستة الآن باعوا fixed كل هالمصريات اذا معناها هذني من يعتلقن هذني هن حريات الحركه
من نقول فيكست يعني الحركة ممنوعة في كل الاتجاهات. استثن روحوا لي على البنت شوفوا لي شنو القضية. ما يعني منو اللي مطفى منو اللي هو كله مطفي بس منو اللي راح تك من عنده المومنت او احنا قاعد نحكي حركه الدوران اصبح مسموح خلينا نحكي ممنوع مسموح كحركه يعني صراحه انت مكتوبه هي اف وام بس اعتبروها حركه حركه مو قوه اوكي احنا قلنا اللغه مال البرنامج الجزء يعني اف ام هي قوه اوكي اذا ثلاث حركات سمح بها بالبن وهي شنو الدورانات الثلاثه والمناء لهذا البقيه سوف نتوسع بهن راح نشوف يسمح ونص ونص وكذا راح ندخل في السبورت عجيب غريب اللي هو عباره عن سبرينج راح نحكي عليه ان شاء الله انه سبرينج والاساس شلون نسوي سبرينج وكذا هذا خبير يعني نحكي عليه بوقته اوكي هسه احنا ثيوريتيكلي فيكست اور بن لو فيكست لو بن احنا شنو موديل مختاري وين الرسم خدنا فيكس فيكس هسه هم هذا السؤال مطلوب عني سؤال جاوب عليه شو وقت فيكس شو وقت بين بس وين بالجانب بالجزء الاحترافي اوكي اد قفنا اجهنا فيكس اوكي هسه انا اشوف قبل شوية يمكن نسوي اد يجي ازرق رأسا انا اجى شنو ابيض نسوي ازرق شنو قصدي يعني نسوي اكتيفيشن الى نسوي كليك عليه هم نجي هسه هم نفسخ الاشياء السابقه تو فيو دخيلك انا اقول تو فيو يعني شنو معناها تقولون يعني كل النقاط تصير فيكست كلها فيكست طبعا ما كل شيء كل شيء ما يطلع زين احنا شريب بصراحه وين اربع نقاط الجو هن فلهذا احسن طريقه هي مثل ما قبل شويه سوري سايد فيو اوكي وبعدين نسوي ايزومتريك حتى نتاكد قلنا شو التاكد انه اربعه جنينه اربعه جن حمر وهاي هم تلقت تلقائيا assigned selected nodes قبل شويه عشان نسوي سلكشن للممبر وراها للبليت السلكشن للنود اساين يس للتاكيد صار فيكست هاي انتهت سهل العمليه اذا كان يتوقع عدد المثلين لا ما فيش يعني شنو ايش بيلقى؟ طلعت فيها حبايب وضعت الدرجات على بلاستيك هنج والكلام طبعا برنامج ما بيها هذا بلاستيك هنج ما بي بس الساب وذنيش حتى يتعرف ما بي ساب بس ساب لا ما بي هذا من نقول له هسه بين لا بحر كامل عافية بس ليش؟ لأنه الأربعة شلون مرة ثانية؟ لا شو معقول؟ وأنت خدت فيو سايد وخذ ويندو غير؟ شو مستحيل؟ إيه بس بتخلي ويندو وش يسوي؟ يأخذ النقطة اللي وراها هم يعينها. هذا سيرفيو ايضا سيرفيو مالتو ايضا هذا السائل سايد هو سايد بيراس بعد الاختيار بدا المره اللي يوصل لها هاي اوكي استخدم ذا سبند وخلوا اخر المحاور هذه بليت اورينتيشن هم نوخرها ايش صار اخر ساين تو فيو شوف صار كل النقاط بند بالضبط هي هاي انا شوف شاف هاي ايش استقبل شويه قلت له دخيلك لانه من ترجع انا واحده واحده لازم شوف مو كل الامر يعني عمليه شويه متعبه كل واحده واحده هم بعد ما ادري بي عنده عمليات تكون على قد الانجاز ماشي ما نقدر زمن لا يخطا قائمه هنا انا غير شيء يلا اوكي الى ما بعد صار فد شيء مو مشكله حد لو شيء ما بتوصل اي لانه شيء مش على اليمين السهم السهم باك فوق يا هو سهل قبل حد هذا الخطوة من حد يقول يعني ما سايد فيو واتس إيه كل ناخذ النود أول شيء سايد فيو بالضبط إيه سايد سهل هذا الخطوة صار ما نشوف شلون راح نسهم مالدين أوكي ها صحيح شوفوا شباب هذا يعني ملاحظة هنا مهمة من سلطان أكو هنا أنت عندك الكيرسر ترى يعني شوف الكيرسر باعوا شيء يحدد نودز باعوا لين بي كرة مثل كرة نقطة
ماشي جواها هاي جواها الان اصبح شيء احشي حدد بيمز او ممبرز جواها بليت اوكي خلينا ننزل جواها اكو سيرفيس اليمنت ما حكيت لكم عليه لا سيرفيس اليمنت هو نفس البليت اليمنت بس يشتغل بس للشير وول بس للشير وول الشير وول هو الجدار اللي عليه لود بهالاتجاه بالمناسبة يعني خلي شوي هاي نعرفها لكم هذا وول واللود بهالشكل عليه يسموه out of plane هذا شيء صحيح ولا لا شيء ولا عليه سؤال retaining wall جدار ثاني في السرابين مثل كذا طبعا هيك شيء بهالشكل يصير على سلاب ذا بس انا شو اوكي هذا retaining wall هسه الان wall واللود شو صاير شو نصيح له بيرنج لا بيرنج هي بيها بي سلطان بس عفوا البي والاخير جي بيرنج وول اللودي البول يشيل ثقل بيرنج وول الثالث هذا الوول اللود هيجي افقي بس يسموه اني بلين بس هذا اني بلين بس فيرتيكال هذا اني بلين بس هوريزونتال شير وول وين جاء عندنا هذا جدار بناية ومتعرضة إلى رياح أو زلازل أو أحمال أفقية فينكم يشتغل فالسيرفيس إليمنت بس هذولا أوكي خلينا ننزل بعد ورا السيرفيس شنو للسوليد إذا عندك سوليد يقوم شوف يعين سوليد آخر وحدة هذه هم مرات مهمة بصراحة آخر وحدة يعين كل شيء نقاط وبيمز يعين كل شيء آي الأخيرة. خذني حلقة مثلاً واحدة ورا الأخرى. هاي تغير الكيرسر بحيث تعين الشيء المطلوب. فهاي لا مو زائد هاي لا هاي اللي هي مكتوبة جيومتري كيرسر اسمها روح على الكتابات مالك. بالضبط هاي تعين الكل. هسه احنا وصلنا الى اللود هذا نخليه ان شاء الله الى محاضره باكر حتى نتكلم عن اللود ونمشي ويبقى لنا خطوه واحده للنهايه ان شاء الله ونكمل مثل ما قلنا ملف راح نكمله بشكل كامل ومن ثم نسوي له ران وبعدين نروح نجي نسوي نتوسع بالجانب الاحترافي باكر نكمل على الشكل الجديد لا هو نفسه حتى نكمل الملف ونسوي له ران كم محاضره باكر استنى نحكي